الخبر الثقافي للنشرة، فقد قدم الأستاذ عباس الجراري مساء اليوم بمعهد الدراسات والأبحاث للتعريب بالرباط قدم محاضرة في موضوع الهوية الوطنية واللغة، وتعتبر مسألة الهوية من المسائل الأساسية التي أخذت حيزا مهما من اهتمامات العديد من المفكرين في المشرق والمغرب، حيث شكلت إلى جانب المقاربات العلمية والمادية لتطور الإنسان أهم المداخل التي اعتمدت في التوجهات الإيديولوجية لبعض الأنظمة في مقابل الفكر الليبرالي المبني على التبادل الاقتصادي الحر. زهرة غافر ومحمد تونينا. القضية اللغوية وإشكالية الهوية الوطنية من بين القضايا التي تعرض لها الدستور الجديد للمملكة في ظل تعدد لغوي وتنوع ثقافي يتسم به مجتمعنا. هذا الموضوع الذي طالما أثر النقاش كان محور محاضرة ألقاها الأستاذ عباس الجراري. الدستور المغربي الجديد تحدث عن التعدد اللغوي وعن الروافد المختلفة للغة والثقافة المغربية، ووقف عند بعض اللغات ولا سيما الأمازيغية. الدستور تحدث كذلك عن مجلس للغات. لا شك أن هذا المجلس سيعمق النظر في مختلف القضايا التي تهم تعليم اللغات، ليس فقط الأمازيغية، العربية أيضا في حاجة إلى أن تدرس وإلى أن يتأمل أمرها وما تحتاجه لكي تكون لغة قابلة لتعليم جيد وقابلة للبحث. مساءلة القضية اللغوية ببلادنا من خلال أبعادها المختلفة لا تتم إلا باستحضار التنوع اللغوي والثقافي الذي يميز المجتمع المغربي. إطار الدستوري الجديد الذي أعطى أهمية قصوى للوضع اللغوي في المغرب بتعدداته وتنوعه يطرح للسادة المثقفين والأكاديميين هذه المواضيع للدرس والتحليل من الجانب العلمي الرصين على أساس أن تكون أرضية يمكن أن تعتمد من طرف الجهات الأخرى أثناء مأسسة الأمور المتعلقة باللغة في بلادنا. إشكالية الحفاظ على الهوية واللغة كمكون أساسي لهذه الهوية إذن تستحضر أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظل عالم يخطو إلى الانفتاح على ثقافة وهوية أخرى.